الله عز وجل بالمؤمن أنه إذا أذنب ذنبا لا تكتب له سيئة فورا، وإنما ينتظر به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن صاحب الشمال، وهذه رحمة من الله تدعونا إلى أن نسارع بالتوبة متى ما أذنبنا، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن المسلم المخطئ، فإن استغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت 1.